أهيب بالمملكة العربية السعودية تحمل كامل المسؤولية جراء صمتها إزاء ممارسات الإمارات العربية المتحدة على الأرض. من أقصى الخريطة إلى أقصاها، من كاليفورنيا إلى اسطنبول وانتهاء بكوالالمبور وإسلام أباد ولاهاي، تلتف أصوات أبناء الجاليات اليمنية أمام سفارات الإمارات لتحشرها ما بين يدي العالم وتفضح ممارساتها وتدخلاتها في اليمن. يحذب شعار حليف وتحولت إلى عدو، إن كنت عدو فنحن لها. مسيرات ووقفات احتجاجية مستمرة في العديد من عواصم دول العالم كردة فعل لتصرفات الإمارات في الشؤون اليمنية، والتي كان آخرها الدعم الواضح والصريح لمشروع الانفصال الذي تبناه المجلس الانتقالي في الجنوب. وتمثل دعم الإمارات عسكرياً وسياسياً للمجلس الانتقالي في إسقاط العاصمة المؤقتة عدن والمدن الجنوبية المحيطة، معلنة بذلك انتهاء مهمة التحالف المزعومة والتي انطلقت بحجة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي. ولعل مسلسل الاغتيالات والاعتقالات والتعذيب في السجون السرية والسيطرة على الجزر والموانئ دفع بكل اليمنيين إلى الوقوف في وجه هذه الممارسات، وسط مطالبات بمحاكمة قيادة الدولة الإماراتية كمرتكبين لجرائم حرب في اليمن. جاء خروج أبناء الجاليات اليمنية في ظل الغياب الواضح للبعثات الدبلوماسية اليمنية، والتي يفترض أن تكون هي الأداة الأكبر لتعرية ما تمارسه أبو ظبي في اليمن منذ 5 سنوات. خروج هؤلاء في وقفات احتجاجية لعب دورا كبيرا للحد من استمرار الإمارات في ممارسات تقوض وجود الدولة اليمنية، فكانت الرسالة واضحة أن اليمنيين لن يقبلوا بأي فعل يهدد بقاء دولتهم وسلامة ووحدة أراضيهم.